النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بأن نتفاعل مع هذا الاسم تحت مفهوم الرحمة بدأ معنا بأن نفهم دلالة الاسم، ثم أولا أن ندعو الله عز وجل بدلالة الاسم وبالاسم مع استحضار معنى الأسماء، وبعد ذلك ندعو لنا وللآخرين بالخير واليمن والبركة. مثلا في قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني هنا جمع بينهما، لأنه كما ذكرنا والله أعلم هذا الأقرب، أن اسم الرحمن جاري على قاعدة لفظ الجلالة الله، عادل بينهما القرآن الكريم في هذه الآية. فلما ذكر هذه الآية قال المشركون أو قال بعضهم: يدعونا محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن نعبد إلها واحدة أو أن ندعو إلها واحدة، وهو هنا يدعو إلهين، يقول يا الله يا رحمن. فلما سمعوا مناجاته عليه الصلاة والسلام أو مناجاته عليه الصلاة والسلام بأن يقول يا الله يا رحمن، وهذا من جملة مفهوم أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، أن يفهم المعنى وأن يتعبد بين يدي الله عز وجل بها، أن يدعو الله عز وجل بها، أن يعمل بها، يعني الفهم المعنى والعمل. فلما سمعوه يقول يا الله يا رحمن قالوا يدعون إلى أن نعبد إلها واحدا وهو يدعو اثنين، يعني يعبد اثنين. فأنزل الله عز وجل هذه الآية قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.